الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبانا الشرف وهل السلام يا سلام دي مبضان بلا حفلت قعصب هيدو نوشيك دي قعصب صلاح راوي هاي لكن اللي يشرف فيه ومعزيه المركة هراء وهل سيلو دعي إلى أن حريستا عبد الله إلهي ودعي إلى أن حريستا كما كوراوي يدن بقداح مسيو من درس يوسف خير وحسن الله شهيد قويس في شنو إلى وداعا كلماتاس فرتاح أولا الكائن من عوالا دعوي كيلو دعي مقطعيا إني لهي بلكم بركة يو ولا تلعبوا إنما كلي مرشدنا ده هلا أصلا إحنا كنا نعمل شو مركان إنما بيجي كاوي ما نضع نهدي لا يكلم كل رام أيوة هذا كا وسيدنا ده كم مرة كسرنا هذا كا يعني لما نذكر كم مرة كسرنا يمد هذا طبعاً كا يعني ستصدي ولا ماذا يلا خاطير تبع قايكين ومعالم حافظ بقى وواحدة شريتة شرو أي كورة غنو أنتي جمالة جتينة معارف هي محافظ كوش لكن أصلها معارف كمان تجرا هم يقولوا لي وكاسين شرينا كمعارف كها ولو كاسين محافظ بقى والمتحامة مركب ما صحيح دواء عبارة يا بابا خاصة والله علمك حلك عايسة معارف ديك عبارة يا اسماء الله وهي واجبك ده معارف بحوي حكومة شكم خالص تشوف داري ليه دور رأيه وعسلاه يولي ترى أظن بي معارف وقبان هل في كل بيه جالسيني ما جالسيني لكن لأن معارض بدي أبيه إن معارضتي سوف أشيو حكومة جالد وتمامه وعلى ليلو لديش يدى الشيخو وزير عبر شبه الإستاذ الشمان هايو وحصل لا يعني استاذ يسكى سوان لا حكومة يكون يكرد بيه وكو حيقة بطا وكو تعدي بطا وكو مركب الرئيس أين عريس مالنا إن أحزاب تبعارض كان مدحد هذا الرحل ولي سمنا تبعيد ولي نتعب عشرا مركب عرونا تلقاب كان دائما يقرب هذه الشيء سيدي شعب الشعبي إيه هلا يقرأ حتى ما هذا فريد تدري اللي قاعد فيو تلقاه كده ما يعيشه ما كان يعيش أنا هلا تلقاه حكومة قايو الدخل كعيسى وحي كم أحسن ده بالجهة مرة ومفي أنا لكن دليش هوا كيسة حكومته وأصلي ولي هل كي أيوه كافيين لما وسيرك وسارد كان عسق هذا الحيس كأيوه شدها محمد حسن سعد ساتن قدوميها حيس بقى معارضك هو الثاني عبد الرحمن محمد عبد الله قدومي وحقين ك هيئة باب الوناقة لبان إسماعيل عبد الله حلبان نظر هل كان شوغة مدرسة كسوة غيب قالي أقاسي بياش وقود
البروفيسورات كان عليها مركي دويتان أركي قال عصتها هو كان كذا كان علم الدين ك وهايدين أبوه الروسيو يو دخاتير ثانية كان أركو يد ما بقى مرتشرف تها هل كان يسوق تبي بدنا يبرو بارك الله فيكم حدكم سلام يا سلام الإسلام ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذي ده هذا الكوال اللي ميوهتي فدال كين الله فري وسير كي كان عصيكو ده أي شغلة يستهاي وفري وهدال هنيك استه كان عصته فرتي ده هذا أنا قولها وسارد يخبر بديو حين اللي يوسف وسير كهابا بهدال كده دبل وفري مركان دوا اللي هو عيان كيس يحيط وحي على قبطي وحار قبره كبسها يا جبع دوا عهد جاي الله شجعنا مركو قولها وقاعد بيكم بيطيب وقفت كي تاس سيدي الله شيء عبد الله بن عبد الله كان ذلك الله هو نحرسته استجي يوالد كيري يوالد تدي وبدا لي بحمد المسلمين ترى واحد دنتي الله نحرس كان قالوا اخو ربيو انت حرسنا الى هي عفواتها سيو لكن لك حبر توغي وارضي حبر توغتين ابو كبدها ما غرانيسا وراي عبد الله ولا هاي يبقى عشان نبي دي يسود قفك حتان بقى وحسون بدو سكود يشري إنه قفك حشرات كم ديو وين بقى قفك الضف حسون بدو يأكل سوني يبقى سك عن غرسة طب ترى وش سكود يشري إنه بلا درسيني هسا هتبدأ إلى كيسي يو يحشيد يو ما ليش كي هيد بال وحلو كل راجل عظيم وراه امرأة عظيمة نيب ndu wara ka dadar ko madaxa oo abal amaanayo waxaad ogaataa xajid wara ka baa ka dambaysay riixaysa marka be iyadoo waxa uu riixayaa abdullahi ka hina magaca bad u soo jiiday weey laba erey baa ku tarsanayaa horta hudheelkii dawaka uu siirki loo furay ilaahay hayno barakeeyo bil khayr qaba hayno ga dhigo waan in ambeli doonaayo dirga horaba intii dibaabinta lagu sameeyay markii ka horeysay baa uu cabraay in bakar uu soo cabirbaya een kaliya laba erey baa ku tarsanayaa oo ah een marka ugu horeysay ganacsatada waxa ka cusanay daal wasiirki wax barashada waxa gashanaya indhihii wax barashada een ha waxa weyn ganacsatadu waa inay ka qayb qaataan waxaan ku dhigay galay inay ka qayb qaataan wax barashada oo ay ka qayb qaataan ilaa shaqada banaa ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada dhigaysa waxa ka mid ah in baka hudheelkan marka shaqala laga qoriyo hadii aad qorato arday dugsi sare dhigan la qoro shaqada loo diro maamul ama shaqala kale aan noqdo iyo hadii nin aniga leeyahay oo waye badana soo baray laga dhigo way kala duwan tahay kaayari dib badan ku arag وفرحان سيفي عبوش غير يا شغاد مركز او بوحريسا مركز تعليم دي اقول ليو دي مسلح دي سواد ديان مركز هاد دي لانه افر ساعدات شغاد انت كلا روح نقوم افر تاس ساعدات وحو سوا ساريا دي كاريك اللي وحو سديد ساعدات سوا ساريا وحبرشي سنين يدبو هيني او اكايا الي سيدي اي اوتا هاي تاسواتا tii kale dawaati la idinkoo la waskeer suu loo gacantaa galiya baa leenaad bismaal hayn galiya waxa siyaasadana aad u bacayli laakiin de mar hadii la yar taabto noo loo yar taabanayay waxa mucaarad kara waxa leeyahay waayo qoloyinka dawladdu way ogol yihiin in la dheelayro oo la toosiyo dadii fara waa toosiyo oo leeyahay waxa ka bad god baa ku yaalay yaa ku dhicinay ee usla wuxuu hagaajiyay laakiin mucaaradba waa inaan la noqonin de baash meel ka duwan berbageeyay yelato oo aan meel walba la gaadhinay in ka meela aan ka sheekin karin baa la gaadhay de waa inaan la gaadhin oo loo ogaado weli isku tadnahay dadkana qoyska inta wax kale iska daayo aan waan la dhiirinayaa inaan ayagu wasiir sheego arrintaas gurigeyga saddexdii qof ka codeynayay bidbixis buu codeyay
isku ma deynin caruurtayda saameyn ku yeesho waa ku jujubo daba ku halkay imkay dhala fadhiye waa ku jujubana dhaho xisbiga oo cadeeya kii aan waa taageersanad waayo waxa doonayna maskaxdooda korto marka mucaarif waxaan leeyahay horta ku eedada soo koryara ay ugu tuu dhaco marka tvga laga hadlayo la isdhaliirayo dhaliisu waana inay noqon wax caruurta waddanka dhacsiinaya waa inay noqoto mid waddanka leh jeclow gelinaysa waa inay noqoto aniga waxbarashadaan ka mas-uulahay caruurta mucaaradka iyo kuwa muxaafadkaba iyo kuwaa somaalilan u dhaalada waddan ku dhowl intabaanay mas-uuliyadoodi saarad marka hadde caruurtaa aadku si siman waa inay isimayin wa caruurtii somaalilan kaasi waa bihi mucaaradiya iyo ama adeegti xisb mucaarada ku jiraa dimeesha geli maayo marka waxaan leeyahy qolada mucaaradka ilaha ogaadaan inay sidaas oo kale isku wadayiin oo aynu isku dadnahay dee aan meela kala tegin oo ninkay gabadhiisa xisbi kala gashaa miyuu furayaa haddaba colaad maaha meesha waxa weya waynu kaleyla duwandhayunay bahasha hala ogaado inu ehel iyo asxaabona cabdiraxmaanna saaxiib baanu nahay dee colaad naga dhexaysa ma jiro imikana waa dhagaa isfadhiine hoos isu wareysanayna bahasha yaa laga dhigin meel lagu kala tegayo guri baaida yaa laga dhigin waddan kale yaa wax loo dhigin tvgaas caruurta yar baa daawanaysa qurbajoogaa daawanaya kii maalgelintano kaa samayn lahaa haddii war aan jirin waddanka laga sheegay daa u samaynaya 2016kii statisticis baan adu barta wax walba waxaan ku eegaa halkaase oo dhakhaatiirtu waxay ku odhanayaan bacteria gacantu leedahay saabuun ku may marka anna taasaan ku eegayaay somalilan waxay ahayd 2017kii dalka shanaad ee afrika ugu nabadda badan edicatora jira lagu cabiro qofkii doonaya wax laga onlayn u arkara waxaa ina ahayd dalka shan iyo labaatanaad ee ugu dimuqraadiyad wanaagsan ninkii doonayo imika waad arki kartaa free dom index dot o r g imika u geli karaa laakiin dee meela aynu dhaqaalihii loo kala u baahan in kor loo qaado oo meelahaynu aynu aada u liidanaa markaa sida aynu u wada dhisanayno dee aynu xoogga saarno yaa waddan kale wax loo dhimin marka mucaaradna sheegiyo caaqil rashiid baa halka sheegooyin waxaa la dhihi yaanay madaxdu noqonine yuhogaanka dhaqankiu gelin dee caaqil rashiid aniga iyaka mucaaradkama caaqil buu noo wadaya soo maaha dee anoo wasiire iyo kii labadaba wuxuu yahay marka waxaa loo leeyahay hala kala sooco waxaa la diidayaa in wixii inoo jiray ee kale ay siyaasadu samayn nagaga yaabso waayo haddii mucaaradku shiriyo marka la shirinayo la leeyahay reer baa la shirinayaa dee reerku miyaan ahayn ila waa suqoole miyaan ahayn waa iskubeele miyaan ahayn mucaaradkii maxaafadda ku jiraan laakiin haddaa ina mucaaradkan uu yeedho oo amaa doox la taga amaa buur la fuulo miyaanay noqoni dee waxay u yareekaansa si kale markaa marka laleeyahay de hogaanku dhaqanku dadka ha u dhexeeyo macalinkuna ha u dhexeeyo dhakhtarkuna ha u dhexeeyo markaan doonayo dee inaan aan meel kala galo marka waa inaan yar bixiyo idhaahdo dee horta iisi yar dhiga aan cadde ragga iska dhiciye laakiin mucaarad iyo maxaasadba isku dad baynu nahay walaalaynu nahay ehel iyo asxaab baynu wada nahay hudheelkana wuu inaga dhexeeyaa dowladnimadan waa inaga dhexaysaa waddankuna wuu inaga dhexeeyaa marka waxaan ku soo koobayaa ilaahay jidka toosan ha ina garasiyo ilaahay boggeena burcadaysu mariyo ilaahay wanaagga maxaan ku dhahay waddankeena iyo dadkeena hayna tuso xisbiyadana mucaarad iyo muxaafadba mucaaradi muxaafadba wasiirka waxbarashadu caruurtooda isagaa ka mas-uula caruurtuna way isimayeen hadday doonaan ragga shaasiinta yaanaysinaa wasalaamu calaykum.